بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سهى جندي المستردات بشأن مختلف ملفات عمل وزارة الهجرة، بما فيها مكافحة الهجرة غير الشرعية وملف التدريب من أجل توظيف وتوفير مزايا وخدمات للمصريين بالخارج. خلال اللقاء جرى استعراض آخر الترتيبات الجارية لإطلاق النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين في الخارج، والمقرر انعقاده على مدار يومين الرابع والخامس من أغسطس المقبل، موضحة أن المؤتمر من المقرر أن يشهد حدثين مهمين هما إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين في الخارج، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يتضمن كافة الخدمات والمحفزات المختلفة المقدمة لهم، كذلك أيضا إطلاق صندوق حماية وتأمين المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والذي سيكون تكافليا واستثماريا لأعضائه ويوفر مظلة حماية اجتماعية وتأمينية للمصريين بالخارج.